معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة 9. الصوم يجوز فيه الصوم الانقطاعي ولا يؤكل فيه سمك. الألحان جيف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول اليوم. الأوشية الموسمية المياه. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنيمو إميفيارو، بارك مياه الأنهار. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم السادس عشر من شهر أبيب المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 164 للشهداء 448 ميلادية، تنيح القديس يوحنا صاحب الإنجيل الذهب الشهير بيوحنا الكوخي. ولد هذا القديس بمدينة القسطنطينية من أب فاضل وأم فاضلة. تربى يوحنا في أحضان الترف، لكنه كان ميالا لحب الفضيلة ومداومة التردد على الكنيسة. وبناء على طلبه أحضر أبوه له إنجيلا موشى بالذهب والجواهر الكريمة. وفي أحد الأيام حضر راهب من أحد الأديرة المطل على نهر الفرات قاصدا زيارة الأماكن المقدسة بأورشليم، وكان يوحنا ابن 12 سنة. فسأل الراهب عن حياة الرهبان فاشتاق لحياتهم، وعند عودة الراهب اصطحب معه يوحنا سرا، فحزن والداه لفراقه. أما القديس فلبس الشكل الرهباني، ولما أمضى 7 سنوات بالدير أرشده الرب أن يمضي إلى منزل والديه، وعاش في كوخ دون أن يعرفاه. ولما دنت نياحته أعلمه الله في رؤيا أنه سينتقل من هذا العالم بعد 3 أيام. طلب أن يدفن بالكوخ، فعرفاه من الإنجيل الذهب. وبعد ذلك فاضت روحه الطاهرة بيد الرب الذي أحبه. بركة صلواتي فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تم وضع جسد الشهيد ماري جرجس الروماني بكنيسته بمصر القديمة. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد فيلوثائوس. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركته على جميعنا، وأنا لقد أكرم علي جدا أصفياؤك يا الله، واعتزت جدا رئاستهم، أحصهم فيكسرون أكثر من الرمل الليلويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرسا: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال
له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكى على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ماله؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء، فما زالك؟ اتبعني أنت. فزاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق، وأشياء أخرى
كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. لقاءات الرب يسوع مع تائبين مثل زكا، السامرية، المرأة الخاطئة لها طابع وطعم خاص، وكل واحد فيهم له سمة مميزة. لكن لو لاحظنا كل اللقاءات دي لها سمة مشتركة، إن الناس دي كانت في يوم من الأيام عايشة كل حياتها بعيدة عن الرب يسوع، فكانت التوبة هنا بداية صفحة جديدة فيها الإنسان يبدأ الوعود بقلب مليء بالرجاء. لكن إنجيل قداس اليوم بيورينا حديث الرب الفردي الثنائي ما بينه وبين القديس بطرس الرسول بعد حادثة الإنكار، طبعا بعد مقام الرب يسوع، بعد حادثة الإنكار التي سقط فيها القديس بطرس وانكسر فيها قلب القديس بطرس حتى أنه خرج خارجا وبكى بكاء مرا. الحديث ده له طابع مميز بيفيدنا إحنا المؤمنين، لأن إحنا غالبا في سقطاتنا اللي بنسقطها دي مش بتكون أول مرة نتقابل فيها مع الرب يسوع. يعني إحنا مثلا مش عابرين عرفنا نور المسيح مرة واحدة، إحنا مولودين في المسيحية وعرفنا معاملات كثيرة خالص مع الرب يسوع، خبرناه، اختبرنا ما فيه من معجزات ناحيتنا، فبيكون في بعض عوائق موجودة للإنسان المؤمن لما يسقط. إيه هي العوائق دي؟ يعني القديس بطرس برضو كان فيه بعض أمور عاملة عائق بينه وبين الرب يسوع، هي هنطبقها على حياتنا إحنا. أول عائق الخجل. الخجل يعني ما ظنش إن الخجل يكون موجود عند إنسان أول مرة يعرف المسيح زي واحد عاش معاه لأيام وأكل وشرب معاه. قديس بطرس الرسول لما تقابل مع الرب يسوع بعد السقطة بتاعته ما كانش بأسابيع، كان بأيام قليلة، وشيء مستغرب جدا أنه لم يفتح فمه بأي كلمة تخص الموضوع. صمته ده لا ينم عن شيء إلا الخجل، مكسوف. هقول للرب يسوع إيه؟ هتأسف له ولا هبدأ معاه الكلام إزاي؟ هو اكتفى بالنظرة اللي كانت الرب يسوع نظرها ليه ساعة ما كان في المحاكمة. كتاب كده قدس لوقا يقول لنا نظر إليه الرب يسوع فخرج بطرس وبكى بكاء مرا. لكن كم مرة التقت عين القديس بطرس بالرب يسوع وما كانش بعد أيام بعيدة، بعد أيام قليلة. يعني هو الكلام ده كان في المحاكمة والكلام ده بعد القيامة اللقاء ده. عشان كده الرب يسوع الحنان هو اللي بدأ يفتح المجال مع هذه النفس الخجلة، وبدأ يتكلم مع القديس بطرس ويقول له يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فبكسوف قالوا نعم يا رب أحبك، وبعدين كررها له تاني وكررها له التالت وقالوا يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ وبعدين القديس بطرس في الآخر يقول الكتاب حزن لأنه قال له ثالثة أتحبني. ربما حزن لأنه فكره
بالإنكار 3 مرات، ربما حزن لأنه شك، يا رب أنت مش عارف أنا بحبك إزاي، أنا مش عارف أثبتها لك، أنا فعلا بحبك، عشان كده أقول. وقال له: يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم إني أحبك. فهنا يجي اللي بيعمله الرب يسوع مع النفس الخجلانة، مع النفس اللي مش جاية ترجع. المؤمن بالذات لما يسقط يجي عدو الخير يحط له هذا العائق، زي ما بنقول كده بالتعبير الدارج: بأي وجه ستقابل هذا الإنسان الذي أخطأت في حقه هذا الخطأ؟ لكن شوفوا الرب يسوع، مش هو اللي احنا أخطأنا في حقه، لكن شوفوا العكس، هو الذي يطرق الباب ويقول: افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. أنت رب اللي تتملق النفس، ده النفس اللي غلطت، يقول: معلش أنا مقدر مدى الخجل والكسوف اللي النفس فيه، مش عارفة ترجع لي، مش لأنها متعجرفة، لأنها مش عارفة ترفع عينها أمامي، أنا هزيل عنها هذا العائق. له حق القديس بطرس أن يخجل طبعا، ليه؟ لأنه الأيام اللي قضاها مع الرب يسوع والعمل اللي عمله مع الرب يسوع ما أعظمه، مش بس لأنه شفاه حماته من حمتها الصعبة، كلمة حمتها الصعبة على فكرة دي مميتة، كانت الحمى ساعتها مميتة، لكن كان مقرب القديس بطرس جدا ليه. يعني في حادثة التجلي بطرس ويعقوب ويوحنا من الخواص المقربين جدا لقلب الرب يسوع، فليه حاجة يتكسف بعد ده كله وينكره؟ مش بس إنكار، ولعن المسيح، أقسم ولعن، شتم المسيح. فده احنا لسه كنا في حادثة التجلي وشفت ازاي المجد وانا خدتك في ده. كمان اختياره رب يسوع وسط كل صيادين الجليل، اختار بطرس، ما عنده كان صيادين كتير، لكن انا ربنا اختارني وسط كل الناس دي. في إقامة ابنة ييروس ده دخلني معاه، كل ده عمال يتذكره القديس بطرس، يا ما عمل معايا فمكسوف. حتى انه في البستان نفسه قبيل الإنكار بساعات، كان القديس بطرس من الشخصيات القريبة جدا للرب يسوع. أحيانا عدو الخير يعمل معنا كده، ذكريات المحبة الحلوة يحولها لنا لسيف موجه ضدنا، عشان نقول له: رب احنا مكسوفين، ازاي هنواجهك، ازاي هندخل يا رب ونتكلم معاك تاني بعد كل اللي عملته معاك ده، واحنا ما صنناش، لم نصن الجميل. عشان كده يجي سفر الكاثوليكون، فصل الكاثوليكون النهاردة، يؤكد لنا القديس يوحنا ويقول: ما تخافوش، إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح الذي هو كفارة لخطايانا. طب ده أنا كنت مؤمن في يوم، مش مهم، ليس لخطايانا فقط بل خطايا كل العالم. عائق آخر يقف أمام النفس المؤمنة حينما تسقط، مش لها سؤال: هو ربنا هيقبلني تاني؟ طب لو جبلني عايز أثبته بقى أن أنا خلاص، يعني حصل مني مرة مش هيحصل مرة تاني. فيبدأ كده قديس بطرس، وإحنا بنطبق الكلام على الحوار اللي حصل في إنجيل القداس اليوم مع القديس بطرس، تخيلوا كده القديس بطرس لما يتذكر الأقوال الرائعة اللي كان بيعد بها الرب يسوع. ده مرة قال للمسيح: لو بلغ أن أموت عنك، يعني ده أنا مش ممكن، ده أنا أموت مكانك. لما يتذكر كده إزاي في يوم من الأيام هو اللي صرخ وقال للرب يسوع: أنت المسيح ابن الله الحي، لما الرب يسوع قال لهم: ماذا يقول الناس إني أنا؟ قوم قال يوحنا المعمدان، وآخرون أرميا، أو واحد من الأنبياء. لكن القديس بطرس صرح قال له: أنت المسيح ابن الله الحي. والرب يسوع ثمن على هذا التصريح وقال له: أنت بطرس، يعني أنت على هذا الإيمان وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، على الإيمان الصخر ده هبني الكنيسة. يفتكر ده القديس بطرس لسه هثبت للمسيح تاني إمتى؟ عشان يقبلني لازم أثبت له بقى حسن النوايا، عايز سنة، سنتين، 10 سنين أو 3 سنين زي اللي عدوا مع الرب يسوع. طب تخيلوا كده لو الموضوع ده وقف قدام القديس بطرس كده وبس: أنا في يوم من الأيام قلت له الكلمة دي، لو بلغ أن أموت عنك، طب هل هيعود مرة أخرى يعرض للصليب عشان أثبت له أن أنا المرة دي؟ لا خلاص، هيكون لو سألوني أيوة أنا تلميذ ذاك، أنا تلميذه. فيجي هنا عائق شديد جدا، لكن علينا أن نتذكر أن العائق ده لا وجود له، ده بفكر مقاييس البشر. أي إنسان أخطئ في حقه بهذا الشكل
هيخاف يتعامل معايا. بقول لا، لما يثبت مرة اثنين ثلاثة في المعاملات أجربه لسه. لكن لو افتكرنا احنا بنتعامل مع إله بصيرته ترى ما هو سابق وما هو حاضر وما سيأتي. طب لما اختار القديس بطرس في يوم من الأيام ما كانش عارف انه هينكره؟ كان عارف. يعني حتى لو ربنا شايف ان في يوم من الأيام ممكن هيحصل ضعف فيما بعد، مش هيقول للقديس بطرس امشي اطلع بره، لا 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 لما اجربك، لا انا اخترتك وانا عارف ضعفك. بل اكثر من هذا، انه اختار يهوذا وهو يعلم تماما ان يهوذا سينكره. هو عارف كده كويس، ومع ذلك اختار يهوذا من بين الناس، مع هو عارف انه هيسلمه. بل انه لما وصل ليه عشان يقبله القبلة الماكرة، المسيح مزحوش بعيد وقال له ابعد عني، سابه يقبله وقال له بمنتهى الوداعة أبي قبلة تسلم ابن الإنسان. فالرب يسوع عارف باللي هيحصل، فلما يجي عائق زي كده يقول لنا لسه هتثبت لربنا انك انت هتبقى كويس، اقول له لا، هو عارف ضعفاتي وهو يرسي لضعفاتي، يرسي لضعفاتنا ويقدر جدا بشريتنا القابله للخطا. فلو حدث ارتمي في حضنه بسرعه. على راي احد الاباء الحلوين قال لي مره كلمه، قال لي المسيح هو القاضي وفي ذات الوقت هو المحامي. عائق اخر يعوق الانسان وبرضه كان عائق امام القديس بطرس ممكن يكون كده، يا ترى لما المسيح هيردني وهيقبلني هيردني مره اخرى الى مكانتي الاولى؟ هرجع كما كنت؟ شوفوا كده فصل الابراكسيس النهارده بيحكي لنا شيء رائع، ان القديس بطرس بعد ما حصل كده والرب يسوع قال له اتحبني ثلاث مرات وارعى خراف، يعني عدتك مره اخرى لارساليتك لرعايه قطيع الخراف اللي هم ابناء ربنا، ما شكش لحظه انه سيعود لمكانته. شوفوا الابراكسيس يقول لنا ايه، انه كان عند باب الجميل في واحد مقعد من بطن امه، فتقدم سائلا صدقه، ادوني صدقه. فالقديس بطرس بمنتهى القوة والثبات في الإيمان قال له صدقة إيه اللي هتكلم عنها؟ ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي إياه أعطيك. إيه اللي ليك؟ أكبر وأثمن بكثير، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. تخيلوا كده لو للحظة واحدة القديس بطرس الرسول كان يشك، يا ترى أنا لسه هاخد مكانتي الأولى ولا مش هاخد؟ ما كانش دي تكون الألفاظ بتاعته قدام الرجل ده، ما كانش قال له انا مش هديك يلا احمل سريرك وامشي، ما كانش قال كده، كان قال طب استنى نصلي، طب نشوف، طب كانت كلماته قاطعه. فالمكانه الاولى الرب يسوع حينما يصدق القلب في تقديم التوبه كصدق القديس بطرس في تقديم التوبه يعيدها الينا، ويعيدها الينا وهو فرحان. عارفين كده احد الاباء يقول لنا مع التوبه ستعود بقوة أعظم. يعني الإنسان مهما بلغت ضعفاته هستعيد مكانتي. أحيانا عدو الخير يضحك علينا ويقول لا ما أنت هتبدأ من الصفر تاني من جديد. لا ده مش مبدأ ربنا، مبدأ العالم يعمل كده. لو أنا أخطأت وأنا إنسان تقي مؤمن أو آسف يعني وأنا بتعامل مع شخص من العالم بأمانة لمدى سنين وفي يوم ولم أخطأت في حقه يقول لا 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 خلاص، ينسالي كل شيء كويس ويبدأ يبعد لي من الصفر من جديد. لكن الله يقول لنا الكتاب يستثمن محرقاتنا، يعني كل حاجة كانت أنا نسيتها في يوم من الأيام هي محفوظة عنده. شيء رائع أن نتعامل مع شخص المسيح ونحن على ثقة تامة في هذه المحبة الغامرة. شوفوا كده إنجيل العشية بيلخص لنا محبة ربنا لأولاده، بيقول كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. أنتم متخيلين الكلمة دي بتقول إيه؟ الرب يسوع بيقول أنا بحبكم زي ما الآب أحبني. أحد الوعاظ قال كلمة رائعة عجبتني خالص، قال كما دي كما العجيبة، كما عجيبة جداً، يعني يا رب أنت بتحبني أنا زي ما الآب أحبك. عشان كده يقول لنا
محبة أبدية أحببتك يعني بلا نهاية، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. كل ما عدو الخير يضع أمامي العوائق أمام رجوعي لحضن المسيح، أتذكر وعود الله لي بالمحبة الثابتة لا تعوقها ولا تقف أمامها أي شيء من خطاياي أنا، ما دامت هناك توبة، ما دامت هناك توبة صادقة من القلب. يجي ربنا يقول لي ما تخافش، أنت محبوب عندي، زي ما قال دانيال لا تخف أيها الرجل المحبوب. محبوب منين؟ محبوب من ربنا. أنت محبوب عندي. لغاية فين يا رب؟ كما أحبني الآب. يا لها من محبة لا نستطيع أن نصل إلى علوها ولا عمقها ولا منتهاها. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.